بسم الله، النهاردة إن شاء الله هنكمل سلسلة دروس How to Speak Like Natives، كيف نتحدث مثل أصحاب اللغة الأصليين. النهاردة هنتكلم عن الساوندز، الأصوات في اللغة الإنجليزية. وأول صوتين معانا النهاردة هما الصوتين اللي بينتجوا من الحرفين التي والإتش. التي والإتش بينطقوا يا إما ثا يا إما ذا، وسواء قلت ثا أو ذا لساني بيكون في مقدمة الفم. طيب لما انطقها ث بيقابلها في اللغة العربية عندي حرف الث، ولو نطقتها ذا بيقابلها في اللغة العربية عندي حرف الذال. هنبدأ أول حاجة بالصوت اللي هو ث، وأول مثال عندي كلمة ماوث، بطلع لساني في مقدمة الفم. طيب نفرض أنا ما طلعش لساني في مقدمة الفم فقلتها ماوس، فكده الصوت الث حولته إلى ث، والكلمة بدل ما هي كانت ماوث بمعنى فم أصبحت ماوث بمعنى فأر، يبقى أنا عملت صوت آخر. مثال آخر thank يشكر، لو قلتها thank أصبحت غرقة، يبقى نفس الشيء لازم أقول الصوت صح thank. المثال الأخير thing شيء، لو قلتها sing أصبحت إيه يغني، يبقى لازم أنطق الصوت اللي هو ث بطريقة صحيحة بإن أنا أضع لساني في مقدمة الفم، لأن إذا ما نطقتوش بطريقة صحيحة هيتحول من ث إلى س، وهيبقى صوت مختلف عن الصوت اللي أنا بنطقه. حتى عندنا في اللغة العربية إذا حولت الث إلى س بيتغير معناها الكلمة، زي مثلا أساس، زي أساس البيت من مثلا كراسي مقاعد، لو قلت أساس بقت كلمة تانية بمعنى إيه؟ بمعنى أساس البيت، الأساس اللي أنا بضعه للبيت. فهنا الث لما تحولت إلى سين غيرت المعنى. نفس الشيء في اللغة الإنجليزية، إذا الث حولتها إلى س نفس الشيء المعنى بيتغير والصوت بيتغير. وبعد ما عرفنا إزاي نحن نقول صوت الث عايزين ناخد أمثلة عليه. أول مثال عندي هو الثلاث كلمات دول 3 13 30، الثلاثة فيهم صوت الث، فهنقولهم ورا بعض عشان نمرن لساننا. 3 13 30 3 13 30 3 13 30، لازم تتمرن كده ورا بعض عشان تعود لسانك على صوت الث. حتى ساعات ممكن لسانك تحس بوجع فيه، ليه؟ لانك انت بتمرنه، لان اللسان دوت عضله زي عضله اليد زي عضله المعده، لازم ادربها على نطق الاصوات بطريقه صحيحه. وتاني مثال عندي الجمله الثانيه My birthday on Thursday، عيد ميلادي يوم الخميس، فهقولها بشكل متكرر عشان اتدرب على صوت الث. My birthday on Thursday. On Thursday my birthday. My birthday on Thursday. On Thursday my birthday. My birthday on Thursday. On Thursday my birthday. واخر مثال عندي واحد بيفكر بيقول I thought I thought، انا فكرت في فكره. But the thing I thought I thought، لكن الحاجه اللي انا فكرت ان انا فكرت فيها wasn't the thing I thought I thought، ما كانتش نفس الحاجه اللي انا فكرت ان انا فكرت فيها. مش مهم المعنى، هي زي لعبة كده بس عشان ان انا ايه اتدرب على صوت الث، بس هنقولها بصوت اسرع شوية. I thought I thought but the thing I thought I thought wasn't the thing I thought I thought. I thought I thought but the thing I thought I thought wasn't the thing I thought I thought. يبقى هنا اتدربنا على صوت الث. وبعد ما اتدربنا على صوت الث عايزين ناخد صوت الذ، واحنا قلنا ان الذ بيقابله في اللغة العربية الحرف اللي هو ايه ذال، لان الذال بقوله نفس الشيء من مقدمة الفم. ناخد مثال they they، زي هنا لساني في مقدمة الفم they، عكس بقى الصوت اللي هو زي او الزد بنقولها ايه زو، هنا ما طلعتش لساني بره ما قلتش ذو، لا قلت زو. يبقى الفرق بين صوت الذا والذا ان ذا بطلع لساني في مقدمة الفم، اما الذا فما بطلعش لساني في مقدمة الفم. ناخد مثال اخر there zero، لما قلت there لساني في مقدمة الفم، اما zero ما طلعش لساني في مقدمة الفم. يبقى افرق ما بين ان انا اقول ذا وان انا اقول ايه ذا، ذا ذا زي بالظبط ما افرق ما بين في العربي ما بين الذال والزين، الذال بطلع لساني في مقدمة الفم، اما الزين ما بطلعش لساني في مقدمة الفم. وبعد ما عرفنا ازاي ننطق صوت الذ عايزين نتدرب عليه، فعندي ثلاث كلمات فيهم صوت الذ، father mother brother، بس هنقولهم بصوت اسرع شويه father mother brother father mother brother father mother brother
تتدرب عليهم كتير هتلاقي نفسك صوتك والاكسنت واللهجه بتاعتك اصبحت قريبه جدا من النيتيفز اصحاب اللغه الاصليين. والمثال الثاني عندي they were there، بس ننطقه اسرع شويه they were there they were there they were there. واخر مثال معانا البروناونز ضمائر الاشاره اللي هي this these that those، بس هنقولهم ورا بعض بطريقه سريعه this this that those this this that those this this that those. وبكده يبقى عرفنا صوتين مهمين من اصوات اللغه الانجليزيه، صوت الث وصوت الذ، وقلنا الاثنين بيكون اللسان في مقدمه الفم، وعرفنا الفرق بين الث والسا والذ والذا. وان شاء الله اشوفكم في الفيديو القادم. see you later.